يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10600 جنيه هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش البس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحار يصلى. رايحة فين يا نواة؟ رايحة كوافة. في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح؟ ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزق؟ بشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا أنا حوريك. أنت نازل ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسايق جمال. بابا شجع بقى العربية يا شوائل. بابا ما كترش بكلامك افتحي الجاكيتة. ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان الجاكيتة ما تكرمش. الناس بتتربى بقى. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ انت بتبدي لك عليك. تيمور تيمور يا لا كان معاه واحد صغير بس تعرف مين يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ مش سفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سفرة برا مصر. لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم وأصلهم وفصلهم. يا رب نولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. مش برا. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل، ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايالك يا نوال. ايش برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا انت جوه همشي بيني وبينك. بابا بابا احنا نخش الزبالة دي. الزبالة ايه؟ انت عارف مدفوق فيها كام؟ ايه يا ماما انت عايزة تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزة. العروسة ماتت يا بابا. هو اليوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجودة اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش، يمكن واحد من قرايبهم. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله. انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش.
ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي بشاندي بشاندي، ده بركه البيت. زي ما يا ابني. ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم، بترش ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. أوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكلية؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجة، حاجة بسيطة حاجة بسيطة. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظة حاجة عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجة؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدلة دي؟ ايه؟ ايه البدلة دي؟ بدلة؟ انت لسه شفتي حاجة؟ مبهورة بالبدلة دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منورة ما شاء الله. قمر بدري منور. بس دول استر من العين. يا عم احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا قاعده علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني، داخل على جواز محتاج ترم عمر. اللحمه حلوه قوي بابا، مش بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه. ايه ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي، بص الريشه قد ايه. انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتعتتني عشان انت اللي هتدفع. يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انا عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول من اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراح فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا اما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت هتكسفني. والله انت مكلف. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير. الحمير دي بس عاملها في الدليفري. بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل.
تغرش عمي. انا فودة 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 ايه وزفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ رئيسكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بقى انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره. وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها. وحياه اماني وسمر وناني. وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف. كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره. مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي. يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلو ايفريبادي، تيمور سبيكينج. يو نو مي. اوكي وانا ليسن تو مي. فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخلينا انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشة عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تكلمش. يلا
النوم جديد. يا صفاء. مش صفاء بيه. أنا كمان. يا ماما عيب كده، اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي، انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني ترك دن دن بجملي بجملي ترك دن دن بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صايب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي الرطوبة يا تانت. الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف الرطوبة، اعتبروه مربوط. حاجب الشراب هتحرق. ايه يا هارم، حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي زهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لحظة ان كلامك جارح يا طنط. استنى، انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتكلم عليه. العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حرامية يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمر ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. يا اخرتها يا نوال تسرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى ابو ثلاث سنين اشيلهم لك. يا راجل يا مقشف، امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك، سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب نضربها بره. تضربني يا عندك يلا يا معفل. 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 اكيد بشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشاندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشاندي ده هو اللي عملها. استنى بس، دي البنت اللي نزل خدامه بنت بشاندي صدق هو بشاندي. انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه فوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود، ميعاد نوال.